زيد؟ خير ان شاء الله، ليش دخل علي بهالطريقه؟ ابي منك تفسير واضح. تفسير على ايش؟ كلمني جميل اليوم. خير، جميل في شيء؟ للحين لا، بس بعدين ما ادري. مشاعل، ألف مرة قلت لك إذا في موضوع يتعلق بجميل لا تجلس تعطيني المعلومات بالقطارة، هات العلم بسرعة. إذا خايف على جميل أحب أقول لك إن في أحد رسل لي رسالة تهديد. شلون؟ شوف بعيونك. بلغ أبوك إني ماني بقاعد ألعب ولا إني جالس أتسلى، ومهما أبعدك وحاول يخفيك عني تراني قادر أوصل لك. انصحه وخله يسمع الكلام، أفضل ما نسمع كلامنا بطريقة ثانية. أنا الحين أبي أفهم وش اللي قاعد يصير معك، وش معنى هالكلام، ومين هذا اللي قاعد يهددك ويهدد ولدي؟